شوف لي حل شوف لي حل شوف لي حل ايه الحمد لله يا ربي. يعطيك الصحة أمي فضيلة على هالفطور. يعطي الصحة لسلومة على الحوت اللي جابه. وانا يعطيني صحة على البن اللي جريته. البن أنا هو اللي شربته وحدك. وانت إلا جنات يعطيك الصحة اللي جيت ومميت بحذنا. وانا يعطيني الصبر. انا حاجتين ما نفلتهمش في راس الحوته، لحناك والمخ. اللطف. اخي انا منين جاني الذكاء؟ عندك الحق جنات، بالخص الحناك. انتم ما تعرفوش، اختي جنات مفطومه على المناني. حش عينيك. بسم الله على ولدي بابا. اسم الله يزل عمو يزل. شبي عليك. شبي بابا واسبي زاعه وبابا زاعه. سمعت الزغري قولوا له صيحه. شريح ذي زاعه تعبت تعلمها غلطه جيجا. لا باش ناغمك كنت تلاه. شبي اسبوعي فوكي تربش بعمران. شبي انا عمره ما تربش بيا قلت لكم صغير. وانا شكون يجد عليا صابر نفطر راهو عزه باش لم الطاوله. وانا باش نحضر لكم فطوركم. وانا وخيت يديا بالحوت. بسم الله على ولدي. بسم الله على ولدي بابا. بسم الله على بابا. اي كنت اي هاي اختي زينب جيت اعطيها لها. باش تعطيني زيدا. ليه يا اخي؟ دي بالعكس، البيبي يعملوا جو في الدار ويزهيوها.
بون جوج ما نتاع الصخار توا ولا تعجبك. ابعث لي كاستين شنينه. اي يا بابا، اي يا بابا، لا 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 امي ابعث لي كاستين شنينه. اي يا بابا، اي يا بابا. جوكو جوجو جو بابادو 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 تيتا 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 بابا جاب حويته كليناها في زويته وتجي وتجي. اش بيه بابا هو اش بيه؟ ها جاي يحب يقعد بحزة عمو. شبله شبله. ها انت زادة اش باش نعملوا له ولا غالب؟ بربي زاد اخويا تحكي معاه ولا تحكيوا عليا؟ ايه لا نحكيو عليك. كيفاش تتبع فينا من قبيله من بلاصه لبلاصه؟ ما يزيش توا جمعه كامله وجهك عابد وجهي في البيرو وزيد نار لحد. يا خويا انا بالعربي نحب الراوج جديد. اي بابا اي اي شفتوها كيفاش سكتت عندي؟ شفتوا معقلها ومحلاها؟ سبيها بيبيتو هي تحب تعمل زو مع مرت عمو. اختي زينب كي انتم هكا ما زلتوا ماذا بيكم على صغيرات، علاش ما تجيبوش بامبيتو اخر؟ يس يحشم. اي بابا اي اي نتعلم في شنو من عند عمو مرت عمو. اي حس معايا عمره يلزمهم يفطروا ويقيلوا. يا بابا يا بابا يا بابا يا ماما هاي بار ماما جبال وكرواسي. شو تحكي معايا؟ لا كنت نتربش بيك. سخايب زاد. اوف كيف ما تقول ماما انفان سول. وانا بالعكس نحب اللمة. ماذا بيا هكا البيبيات يبداو يدوروا عاملين جو في دارنا. زعما شكون جينا؟ كلثوم زينب وكيتي لاباس يا بنتي شبيك تكلم يا حبيبتي حليلي يا خلصتي من وخيستي تداود الدواء من الله؟ لا لطف علي صوتني. وفما رجال مازال تضرب نساء؟ اي فما اي مازال كيما سيد هداوي لا يزي بطال وزيد نهار وطوله هو في القهاوي ويكمل يضربك. وعليه ضربك؟ روح القلب طول مشو حاضر. ايه شو بيها شو بكتني بالطريحة قتلني قتلني يا خلص زمان قتلني اخوي دقدقك. انا كان جيت كل يوم نروح ونلقى زينب ماهاش محضرتي الفطور ونشد ندقدقها راني اسمع منك بياسر. سليمان كلثوم ايش باش تعمل توا تشكي بيها؟ شكي بيه الحكمة؟ مالا لشكون؟ ايه وش بيك ذباتي؟ راهو بوعيالي ومولا بيتي نخليه مرمدوها؟ لا لا اخوتي يا مهبولة شكون باش ياخذ لك حقك؟ نقعد نغضب حداك وما تسالش. ما تسالش في الدار دارك مرحبا. حتى انا قلت العم الاخضر اما يقولوا ليش لا. شكون عم الاخضر؟ مولا اللواج اللي جابينا والشناتة. شناتة؟ ايه مالا باش نخليهم حداها؟ نيني اختي يا اخوك الدوق ده الحق الحق انا قلقت من القعده مكتفه يدي يسمني نحرك الدولاب شويه واه شنو انا ما شعفتش من مشروع السنتر. عسى اش قولك نرجع للكارتة والفنازل؟ ليه نانا ليه الا هذا ماك تعرف الجميع ما يحبوش الاولاد يتربوا في جو في جو العرافه. هاي ادخلوا هاي صحيتو هاي برو سلموا عيالكم السيمان وطبخوا زي البخت. عسلامه عسلامه ولدي عسلامه 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 صحيتو صحيتو صحيتو. يكمل عليك يا كلثوم. عايشك السيمان اقلك تو برو العبوا برو العبوا في الجرده. يا عايش ولدي ايه ايه شنينا ليه يا عايش بنتي جنينه ليه؟ وين هالدويريا؟ دويريا هاي كي تخرج من البيت على يد كليسا في اخر الكلوار انستو. ايش قلت؟ تاخذ سويعي نتاع جمعه العشيه وانا نعوضك سبت العشيه؟ ليه؟ ما عندي حتى بروغرام اختك هالايامات سينجل. شفت خويا الكبيره؟
ليه؟ عين نست. سامحني يا خولة، تو نعاود نطلبك. فاطمة. فاطمة. وي مانيش طفل دخل البيت يسأل على خوها. تيز شبيك ما تحبش تخليني تريبي مع الموزيك متاعي. إجا معايا وشوف كانك ماكش مصدقتني. هذاك هو عيد المفضل أخويتي. روح مغشش خسر في الكارطة زوزة راح بعجي كمل قال فطور مش وحاض يا حجر أخيتي ممكنني يا مفضيلة دقدقني صورتني ما أدي بطريحة على الجنة ولي هو راجل الراجل ما يهزش يده على امرأة أنا لو كان جيت راجل راني مشيت رجعت له الطريحة علاش ما تبعتش أسبوعي في بلاستك لي أمي ما وليدي خطيه نفس مومنا لهم تعت رايح ولا هز يده على حد هذو اولادك الفومه هي مالا ما تسلفتهم تبارك الله عليهم قديش ناشطين خمسه وخميس على وليدات يلا واحد واحد اثنين ثلاث اربع حيل مفضيل اخواتي ناقصين زوز وانا مشو عم ليش ليش نلعب على حشيش حشيش لا بابا هذاك مش حشيش هذاك غازون متكلف على عمك بحق زربيه علوش يعمل القروان ما نجمو نمشيو عليها الزربيه ها باي تري تري بيان برا ولعبوا على الحشي على الزربيه زينب اطلع ضامر الوليد نتاع الزربيه مش هكا الى الحق ضامر ماك تحب على الحركه عاد انت في الدار هم جاوك نص طزينه شواطا فرد ضربه ليه ليه عايش ولدي ايه اش تعمل علاش عملت لك هكاك النبته تقلع فيها نلعب عم تلعب باهي يا ولدي يلعب اما كان تقلعها لما قلع لك وذنيك شبيه هذا زاد ولقيته شدي دوتالي يلعب بالسبانه الصبحه كله زرزق دخل دخل دخلوا فيس عشان يحلوا لا يتبنطت امي امي عليك يا سيد الخلق شنو ما عجنون الزرق يا خيتي حتى انا بابا التراب جبال لقط حتى انت جن نرقط وهذا شبيه منفخ هكا لقاه اسبوعي في السطح يلعب بالماء يلزمنا فيس على شيحوه ما كانش يوم راسينا جمعه نعانيو فيه اسبوعي استنى شيحوه ولما الذكوره الكل هزهم يلعبوا لبرا في الشارع في الشارع امي الدار باش يرحلوا بيها يا غلبه اخرج امشي 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 اسمع الولاد تعرفوا تكوروا فوت اي وين دار تكسر لمبات الشارع بالحجار لا مشيت عم ترعى المول ها انت يا راس اللحم انا كوره في الشارع وانا تكسر اوانب وانتم اسمع تقعدوا رايدين ها تخليهم يخرجوا الفيلا باش يهدوها اسمع يلا انا نخير يهدوا الفيلا خير من اللي يهدوا الشارع ما يهمنيش فيه الشارع المهم يخرجوا يلعبوا لبرا ابو فهمتني عادل ما ترجع له الا ما يكب على راسك ويطلب منك السماح اي الا ما تمرج له الكبده نتاعو خلي منه هكا قبل ما يتجلطم ويحط عليك يديه يتفكر المرج ريتو ما وانا علاش عمري ما عرست تي نقصد من الحاجات اللي هربتني ولا هربت العرس عليا هي حكاية الضرب هذية مميت وليداتي وين كان يحس في مسكت ما هو اسبوعي هز لأولادي لعبوا في الحومة والبنات ما تخافش عليهم هاوكم بحذا فاطمة وآمين تحقيقة متاع ربي نحس في روحي ثقلت على خالي سليمان مش روح برشا ما نجمت انا نروح نغضب في البلاد حضباي حجي للدري يقروا هنا يا كتفو والله يا جماعة فرحانين بيك وأكثر من اللي تتصو مش أنت بيدك قتلي اللي أختي زينب شدت فيك صحيح قتلك أقعد هوني قد ما تحبوا هاي أمي لا أقعد إيه يا ميمتي محلاها الرياض تعرف شعيرة أنا خذتني عيني فكرتني في النوم والبش بيتهم هالعرش الكل والله يا كيكا اسأل اللي استدعى العرش ما في باليش بها شيء هي ولادها هيا بركة عملتوا الخير كملوه من غير تقنقي بتقولوا ليش اسبوعي في ساعة رجع أهلا
هذا خويا. تفضل انا جاركم، جاركم الدار الثالثه على اليمين وانت عاطل السعده لله. نتشرفوا دقيقة نعيط لك المولى الدار. تفضل. سليمان جارنا قال حاجته عندك. ان شاء الله خير. سيدي شي احوالك؟ لاباس يعيشك. مرحبا مرحبا. تعرف ولدك وصحابه ايش عملوا لي سيدي؟ اه ولدي؟ اي نعم. امي يا اخي انا عندي وليد هاك القصير هاك بصحته راسه مفرتس هذاك. اه اسبوعي ايش عمل زيده؟ ايش عمل؟ هد دوده والبلده نتاعو وجابوا الكوره بداوا يكوروا قدام الدار وبعد يسطحوها في جنينتي. ايش فيها وليدات صغار يلعبوا في الكوره؟ شنو هذا؟ امي هكا اسبوعي وليدات صغار. استنى حاجه استنى كمل لك هديك. بعد ما سطحوا الكوره ينقزوا على السور تاع الجنينه ويسعوا فيها الجنينه ويهبطوا على البوصاء ياكلوا فيه اخضر من الشجره نتاعو. امي احلى ولدي كان ما يصير فيه بكرشه اليوم. وزيد فوق هذا الكل النوار تاع الجنينه كل قلعوه وعندي حوض نتاع النعناع عامل عليه 66 كيف رفسوه رفسان وما خلوا فيه شيء. هذا يا امي ما يكون كانك ولد كلثوم اللي يكره الجر. اي وكيخرج لهم خرجوا من بعيد يجري ويضحكوا. يا سيدي سامحنا وكانك على البصاع دفع الله ما كان اعظم. تو كي هبط المرشي نشتري لخويا كيلو فال وكانك على النعناع تفضل يا سيدي هاي الجنينه الكل قدامك نجم تاخذ حتى قطه. هكا ما نقعد ونرجع للدارك ونقز من السور ونقلع النعناع باهي. تري تري بيان تفضل في كل وقت. بالله العظيم بالله العظيم لو كان ما جيش ننظر للجورة قسما بالله الا ما نجيب لهم البوليسيه الكل. سامحنا يا خويا يرحم الاميمه اللي جابتك. سامحنا تعرف كان سامحنا. يعجبك يا امي توا هكا؟ يعجبك الفضايح؟ شفتني انا كيفاش دخلت باش الراجل ما يرانيش. اي باهي وسعوا بالكم الحمد لله وكبعدوا على الحومه. ان شاء الله كحد الباس. هيا كلثوم واشربوا برد على قلبك. اي الحمد لله رب حنين. صحة وبالشفاء. ما بين الوحدة اللي ياكل ويشرب وهو مرتاح وناس تسربي فيه. لاني مش نعود نعدي الكونجي نتاعي حذاكم. تدلل يا للا تدلل. ما دامك ماكلة طريحة أنا فرحوا بيك. عليك الجنين عليك هذوك اللي تفكرني في الطريحة. حرام عليك راه حرام عليك. سامحني سامحني والله حاجة أقوى مني والله والله. تحب شقيوة عربي؟ زعما ني قلت بالك طاير علي النوع. يا برا بركة قيوة بالزهر تعمل الكيف. قوم قوم هزة قوم اعمل لها قيوة كما نعرفين. قوم نانا هاي قلت لك طاير عليها النوم. يا برا بركة منها تفرهد على روحها ومني نشوف لها فنجالها اش يقول على سيدها داود بقليدة. قوم نانا تكلم بشوية الجميع يسمعوا فيك. شنو باش تشوف لها هوني في دار خويا سليمانة؟ ايش بيه؟ الشوفاني يجي في كل بلاصة. تي مالي بالك بس عملنا قيوة خليها تشوف لها عكبك وبالسعد بالك تنحي لي فتاة السحر ثمش ميتها. بري حيد عملنا قيوة بري. تي هيا عاد فاش تستنى؟ ليه؟ معناها لا. أكلي مازال توا عاد. نكلم إلا كلثوم وسيدها داود باش نرجعها من بعضهم. يا ولدي اش فيها؟ على الأقل نرتاحوا من مشاكل صغارهم. يا زينب ماهوش معقول راهو. دكتور كيفي يكلم واحد مش كبه ما يقومش؟ لا وزيد رجع له مرته اللي مازال كيف الشخه. باهي تنكلموا انا ونرجعهم لبعض. تري تري بيا زينوبه بنيتي يجي منه تدخل في راجل براني على العائله في حاجات تخصه هو ومرته. هاو سيدي ولدك ما حبش يكلمه هو. تحب الفريتي مش على خاطر ولدي نحامي عليه ما يجيش تدخله في امور راجل ومرته. اه وجا سيدي نيجر. وش دخلت نيجر في الحكايه؟ لا يا امي نحكي على صغير صغرون متاعك. اما اسمع والله توا اللي مازال يتدخل راهو حسابه معايا. سليمان ما نفضلكم راني يمك برحمه ام يا سليمان. سليمان جيتك جاه ربي عليه عليه خويا عليه كيفاه؟ ليزي فش عجالي الكره بالمقارير كل وكسر انبوبات الشوارع الدايره بينا كل وشدوا بيزوش انعوا بيه لي سافاج. يا زغرت يا عمي زغرت عاد هاكا ولدك ولا روش هرشي من الانتربول. بسم الله على ولدي وخيتي لطف علينا من الفضايح اللطف. مسكين خرجته باش يصرح ساقيه وتفرهد شويه وهو ما هبط عليه. ولدك شادد عصاه والباندا بتاعه دايره بيه. يا افرح يا عمي هاكا ولدك ولا يلعب راس حربه. وبداوا يخوفوا في بيزوش يحاليه. اعرف وجهه لخلخ وترمى عندي
يرعش يرعش من الخوف مسكينه كل فلوس. يا خويا اش باش نقول لك؟ تراه الله غالب. سامحنا سامحنا. وشكون هذا بيزور؟ ايش الشواوه نتاعي؟ اش دخل الشاورما يا وليدي؟ انت مش شاورما يا مي فضيله، ذي نوع نتاع كانيش. صار هو خايف على الهبه نتاعو. يا خويا تعرفش كيفاش؟ خليها الحكايه عندي انا. غدوه عدي هو لي على الشاورما الشيواوه نتاعك للكابيني، وتوا انا نحي له الفجعه. هاي تفضل سيدي وسامحنا. سماح. تفضل تفضل. ها؟ سليمان هاو نبه عليك. غدوه على الصباح تكلم سيدك داود، ما كانش انا مكلمته. صباح الخير يا باجي. صباح الخير فوشيك. كسب يا باجي لابس الكاسكة بتاع الموتور. ما تقوليش الومضات التحسيسية التوعوية بتاع التلفزة أثروا فيك. ليه ماني ما خلصت لاسيرونس بتاع الموتور؟ عاوكا كي نلبس الكاسك البوليسي ما يوقفونيش. تقول أنت باش يفهموا اللي أنت قانونجي. أما خير وأنا عندي الصبحية بنادري فماش ما يسامحوني. أسبوعي. شبيك أسبوعي طحت؟ لا مجبور، عملت تكويرة مع جماعة أصحابي خي تضربت. كيفاش؟ ضربة قوية؟ تي لا مجبورش، تي ضربني فسعة. منين أنا خرجت رزق رز الجول وشرعت لها جيب ساعتها، يا أخي ولد كلثوم مشاري تاكل، تي تحط. أعجب. ما في باليش اللي كلثوم عندها عذروت. قول لي أسبوعي، يا أخي قداش عمره القديع اللي طايحك؟ مازال يقرا. في الجامعة؟ لا 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 يا كنوشو يا كنوشو، ما تقوليش زاد الفاصبر على خدك، عمرها ولا يخبشك. لا هذيك بنت كذوب دخلت الكوزينه وشعلت الغاز وحرقت البلاد الكل، جيت نطفي فيهم اختحرقت. اسمع اسبوعي، الفاصبر هذيك ما تسكتش عليها، وكان تحب كي تكمل خدمتك تعدي لي تنزلك العمناجي الفرملي يشوف لك ساقك. ما نجمش فوشيك اليوم، بعد الخدمه باش نرجع ديريكت للنصر. عندي بروجرام مع الاولاد. هذا انت طلبته؟ اي دكتور، ما شاي باقي مسكر. حتى مرته قتلي ذاك ما يقومش قبل الاول. بربي زيد حاول، واذا تحصلت عليه قل له جيني في اقرب وقت ممكن. تهنى دكتور. انا ديما متهني بيك يا دلندا. تعطيني الدوسي بتاع المريض الجاي؟ تفضل. ميرسي. دلندا تزيدني قوى؟ باهي، اما ظهر فيك مرقدتش مليح البارح. شو مرقدتش مليح يا دلندا؟ انت مرقدتش بالكل. أنا جيت أخذني عيني ونسمع عيطة. أنا جيت أخذني عيني ونسمع تكسيرة. آخر طلع خاير. حليت عيني نلقى واحد يبحلق فيا في بيت نومي. بسم الله شكون؟ هذا في نومان هذا، هما الكل في نومانات راهو، بالأخص هذا. يناديوا له لرقط. واه لرقط؟ إي لرقط. هذا بدا بشهرة على بكري. Thank you.
تهدأتوك سبعكين صباح الخير. تي وينك شبيك بتيت؟ يا أخي بتراجع تشو ساقي مبسوعة عليه عليه سيد خوي سأل عليا سيدك خوك حلف ما عادش يسأل عليك أيس منك أحسن ارتحنا شكون تطلب مني؟ حاجة تخص الدكتور. أي بي صباح الخير معك كاتبة متاع الدكتور سليمان لبيب. أي حاجته بيك في أقرب وقت ممكن. كيفي؟ ليلي من المستحسن جي هو قبل وبعد برا القهوة على راحتك. باه باه مرحبا بيك بسلامة. ددو يا اخي سيدي خويا نلوج على كرسي اخر. يمكن ما نعرفش. انا يا اخي ايش عملت انا؟ انا خرجت اعمل دوره مع صحابي. مانوازيل دلندا صباح الخير. صباح الخير سي الفاضل. تبارك الله عليك ديما اون افونس. اش خير من احترام الوقت والمواعيد؟ اش قال سيدي خويا؟ اش قال؟ شكون؟ سيدك خوك. احسبني ما قلت شيء. الدكتور هوني؟ اي سي الفاضل تفضل ارتاح ما دام علمته. اشبيه ما يجاوبش؟ مش قلت اللي هو هوني؟ اي ما تلقاه عنده دوبلا بيل. اتو نشوفه علق ولا مزيل. فاضل دقيقة توي قبلك. لاباس. كيف تلقى واحد يستنى في الطبيب في قاعة الانتظار زعما لواه؟ خاطرو لاباس؟ هاني أنا قاعد نستنى في قاعة الانتظار وأنا لاباس. منين لاباس وأنت ساقك مقرطة في فاصمة؟ دلندا سامحني دكتور طلبتك بالتليفون ما جاوبتنيش. لغالب يا دلندا اول مره تاخوني عيني في البيرو. مش مشكل دكتور كان تعرف قداش فما ناس راقده في بيرواتنا. بو خلينا نمشي نغسل وجهي. دكتور ثم سي الفاضل يستنى فيك. عرفش كيفاش تو هو عندك الجون ومن بعد اغسل. الله غالب يا دلندا ما لقيتش وقت حتى باش نقرا شحكيت انا والراجل المره الاخرى. ما يقولوا يتفضل قل باهي. دلندا دلندا باهي هكا عينيا مش منفوخين شويه اما سافا بالله باهي يقولوا يدخل قل. حاضر دكتور سي الفاضل تفضل. صباح الخير دكتور. صباح السلامة سي الفاضل. أي تفضل تفضل وقعد. دكتور كلمت سي داود هاو قريب يوصل. داود شكون داود هذا باسيون جديدة؟ ليه دكتور اللي جايك من طرف مدام كثومة ولادها. كي يوصل قل له يستناني. حاضر دكتور. كلا عليها مدموزيل دلم حطها على الجرح يبرى. اي وهو كذلك وهو كذلك. ايوا سي فاضل وين وصلنا المرة الأخرى؟ هكا دكتور ما تقولوش يكتروا عليك المرضى يا أخي نسيتنا. لا 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 با دي تو مي حبيت نسمعك أنت قبل ما نبداو نحكي وسيتو. باهي دكتور وصلنا أو بالأحرى أنت وصلت كونه المشكلة الأصلانية في خشمي. شي خشمك؟ شبيه خشمك؟ هكا نورمال. إلا دكتور مش قلت لي أنا عندي بزايد خشم؟ وي 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 تو تفكرت معناتها عندك الفيرتي تو تفكر تفكر الرمانة. تحب تقول تفرك الدكتور؟ إيه تفرك.
يرحمك نفاي. ددو هاو راهو الفتحة تسقمو في المرجم تاع البارح كيف قال لك يعملوا ستة جماعة باش يرجع يكور. كان أنا يقولوا لي ترجع تكور العشية نرجع ونورمال. تحب تقول عندك كونديسيون فيزيك خير منه؟ كي لا عظام يا صاحبي عظامه شبيك راني 40 سنة هرقبة ودي تعلم الهرقبة باش معمولة عاد باش في تاع العجل. السلام عليكم. ايه سامع عم داود في وينك عم داود هالغيبة؟ ظروف والله ظروف يا صبوع ماك تعرف مشاغل الحوش والذراري تجعنيش نلقى لهم وقت بين الطرح وقوه. سي داود تفضل ارتاح مادام الدكتور كمل مع الباسيون. صبوعي واخا ما تعرفش علاش خوك معيط لي؟ ليش عاد تقول لي انت باش تولي تخدموني؟ وين؟ قصدي باش تاخذ بلاصتي تولي تخدم كرسي. ليه نلعب كرسي الزوين؟ ايش هي عرس والعين؟ رتح مخك سي داود، هاو الدكتور قريب شي يكمل، كي يخرج يسألو. اسمع، الحين نقول لكم، كان حكاية كرسي الزوين، أنا مستعد. كان حكاية خدمة، أنتم تعرفوني، أنا والخدمة ماناش كمراد خلاص. عم داود اش بيها عينك لاباس؟ عملت حركه في القهوه؟ انت ليه يا ودي؟ هواء هواء ازرق. نحب نوضح لك حاجه. راهي حكايه الخشمه هذيا تجب تستعملها في الشارع في الخدمه الا في الدار مع زوجتك واولادك. هكا دكتور ما تقول هالكلام. تو انا كي وقفني صباحي وانا في الطوموبيل نتاعي نقعد نلحلح بيه باش ما يعمليش محضر، اما نقعد ديما بخشمي. تري بيان، بون، ايا سيدي ننساو حكاية الخشم، واعطيني وذنك. تو كي تسخن بينك وبين المرأة، ما يلزم واحد يطيح للآخر. يطيح للآخر؟ شي يطيح؟ معناتها مرة ترخف ومرة أخرى تكبس. أبداً. أنا رضيت وجيت عملت فزيدة عندك مغزى في خاطرها. ما يلزمنيش نرخف أكثر من هكا. صدقني يا سي الفاضل، قد ما ترخف قد ما ترتاح أكثر. رخفنا حتى ترخفنا. باهي مالا شو الحصة بتاع اليوم وفات، وإن شاء الله المرة الجاية نحاولوا كيفاش نسرحوه هالخشم. أي تفضل سي الفاضل تفضل. أربعين ألف مليم كالعادة؟ الله لا تقطع لنا عادة. طب أي بخاطركم؟ في الأمان سيدي. دكتور عيطت لي حاجتك بيا؟ إي عيطت لك على خاطر توحشتك. والله حتى لي كنت وحشتك. أي بخاطركم أي جاهوني أي جاهوني عيطت لك حاجتي بيك بيان سير. ادخل. شفت. وين على خير؟ مش نعم تحريشة بعد وجهك. وكيس اني اخوك شو نقول له؟ قول له لو جات حيرد عليه تاسق مفصوعة. هذيك علاش مفصعة؟ هكا سي داود هكا؟ وانا اقول لك الراجل عاقل ورزين مازال توا في وقتنا هذا واحد يعطي تريحه لمرته؟ هيا الثوره سيدي اش كاتب بيك؟ هاي ما ترسيلك في مشكله. دكتور هي اللي بدت حتى اش بعين عليه هكا عينك عليه ضربتني بشلاك النينوم تاعها. يا عند الحق سبحان الله ما يدافع على روحه حتى هي زاده. لا دكتور العاده تاكل تريحه وتسكت. هاي المره هذه ما سكتت لكش والمرة هذه هي كرمت عليك شلك لينا. المرة جاية تبعث لك الباقة للحوش. هيا سيدي قوم برمشي فيسع للنصر ورجع مريتك ووليداتك. البارح لا مرقدوا لا خلاو شكون يرقد متوحشينك. أنا دكتور هذاك شربحت بالعرس ربي ناب علي بذراري حنان وعاقلي.
شنو احنا واقلين وكالتروبيات وبارك الله. هيا فيسع فيسع فيسع، امشي للنصر وراجع مرايتك. بصراحة دكتور عندي شرط تطلب مني يسمح قبل، نخاف المخ الثانية. نعم نعم، لحوني ما سمعت واحد يشد يعطي تريحة لمرته وقال شنو مخر ثانية. هيا قوم قوم فيسع. تعرفي شباب البارح قد ما حاولناها باش تشكي بيك وقالت لا، عمري ما نشكي بمولا بيتي انا، شو الرجولية متاعها. هيا فيسع فيسع شد. هاي 5 دينارات اشتري بيهم حاجة في ثنية، مشيش تلعب بيهم تروح كارتها. والله على خاطرك دكتور. هاي فيسع فهمنا مالا وفاي كل شيء. اوكي كوكي. هاي امشي. الو زينب، صافا شيري؟ هاكا ساي جاني سي داود. اي هاكا سقطتو في كلمتين، هاكا بعثتو اعجاجة للنصر. بالله بالله انا نصلح خاطبة؟ لا يا انا بسيكو تيرابوت من البريمة. ايه وكيما نصحوني صحابي زادا وزملائي قالوا لي انت تجي كونسيي كونجوغال زادا. نعم نتعدى الباتيسري في ثنيتي تري تري بيان باهي. يلا باهي والله، عمري ما سمعت انا طبيب يعمل كونسلتاسيون بلاش ويزيد 5000 من مكتوبه. هذا ما يكون كان هو ولا حد من الجيران مازال ما شكاش منهم. يا كلثوم كلثوم كلثوم، واش شوف شكون شوف ربي حني تستر. اش بيك اش تحب؟ تحيا عبد المرار. قال عن الشيطان وصلى على النبي، راهم اللي هجيتي انت والذراري وكل حوش فارغ. نوع نوع حوش مسخ ولو معين مكدس والغبابر عاد يمسك. باهي نروح معاك عشرة معوش تمد على يدك. يلا لا نوعدك ما عاد نضربك كان بالسنتوره ولا بيد مارس. تعالي عاد نبصر معك نبصر معك. باهي نشاور مدام زينب ونروح معاك الحوش. حتني اخوي توحشتك وجينتي. اخي فاش جيت؟ على الموبيلات. موبيلات؟ وذري فاش باش نروحوا بيه؟ وانا نقولش نسيت. والله كانت توحشتك بيداتي. خوين؟ حصرت ماما فضيله في بيتها. ظهر في مهني ما يحبوش الشناته بزيت. اللي محسوب. مش عندهم التوامة. كتشوفك التوامة بيا ربي يهبلو كبروا وغرملوا شاهوني نجيب صغير اخر. لا شيش نقول لك نروح الحوش كان ثم بقعة طرف عشان تيوخ. علاش لا كلثوم. سيئة يا بيجي هاي رجعت. اقعد مسيكم اختي عزة. مسيكم. سامحني اختي عزة، لواش ما وصيتنيش؟ راه مشيت انا الكوشه جبت لك الخبز. هكا تعب في روحك؟ هي عايشك في شيكا كي قلت كاينك عملت. يا اخي اصبعي وين؟ مش مستانس هو يمشي الكوشه؟ ما في بالكمش؟ ما هو ضرب روحه البارح في الماتش نتاع الكوره. هاكا في ساقه ورصات له محصور في الدار وموجوع. سامحني اختي عزة، صار مازال يعدي فيها عليكم. شكون؟ اصبعي؟ اي على خاطر ساقه اليوم صبحة الطنط ملبس عليه. أما هو بالعام يلفها ببونداج باش خو سليمان في الخدمة ما يحرصش عليه. بربي ومخرجني سخونة من تحت البطانية باش نشري الخبز. لا عيب عليه. لا ما كروش بصراحة. ما كروش عيب والله عيب والله. بيه يا سبوعي بيه. يا خدشي ليه تحييك ما تمسس ما تمسس. يا وليدي حتى بالله الكل ما حبتش تتفشى. بسم الله عليك يا عزيزي. باقي توجع فيك ساقك؟ يا عزوزتي شكل من بكري هو يتوجع. يا ناري يا ناري بسم الله على راجلي. اما ما تخافش سبعون
دويك عندي انا هيا شو شو كي بيقي مثل بابا 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 يا بنيتي يا اخي هبلت ولا بعقلك حصلت حتبتي جدت عليك بالعاني راهو يعمل فيه الشيء كيفاش بالعاني من قبيله سيق منفوخه وحمرا قريب الطرشه وين ترى فيها النفيخ والحموريه ها شو أمي يا أمي زينب يا زينب زينب تركي ما حمني شنو هو اللي كسر ويغط شنو هو يا ربي النهار الازرق اللي تعدى علينا يا ربي زينب امي شو جبت لكم شو سلومه شنو حويلك يا بابا انا لباس عليا قل لي زينب جاءك داود وهز مرته جاي اما قال باش يرجع من بعد باش يفك علينا من حكاياتهم قولوا لي بنياتي وينهم هاهم كم سكنت محصورين في بيتهم معنا يا فطومه أماني أيجاو يا البنات أيجاو ناكلوا الجاتو احتفالا بتحرير دويرتنا من هك الجنون يا زينب مش قلت لي كداود جاهزهم ما خليتنيش نكمل لك قلت لك جاهز مرتو وقال باش يمشي يجيب اللواجيس تجارهم يرجع يهز ولاده ولتوا ما رجعش باش نهبل راني باش نهبل شوف 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 شوف